فتحت هذا اليوم بتاريخ 24/8 موافق الساعة 12 بخصوص ضبط المدعو. شنو اسمك؟ أنا اسمي محمد طاهر محمد. محمد طاهر محمد. علي علي صدق. محمد طاهر محمد. محمد طاهر محمد. بقى محمد خير، شنو سبب توه؟ السبب من جهة من البندقية معي يترابسوا من هنا يشدون. مسكوا عندك بندقية؟ بندقية شنو؟ كراش. كراش الكور؟ فيها ذخيرة ولا ما فيها؟ ها؟ فيها ذخيرة ولا ما فيها؟ لا ذخيرة معي. ها وين ذخيرتك؟ وين فرقت؟ ذخيرة معي قاعدة جوا يعني ماش مفرق. ايه. ما فرقش. فرقوا ولا أمس. هكا كل مقلوب قال واحد يقول له تعال. الناس كل قاعد واحد الناس كل يجيبوه ولازيه. عم ناخذ من الصلاة عنده ماشي يخدم هو الدنيا كلها حتى مش مضبوط تعرف هو قال انت مدني ولا عسكري؟ لا انا مدني يعني نجي نركب وصاحبه معي نركب سيارة تاع وباري واحد معي قال له بوابات بعدين درت مشاكل بأمان قال له لابس عسكرية شو كنت عسكرية قالوا له بقى انا قلت له ما بعد المشكلة فيها انا قلت له لا هو قال له لا المشكلة ما فيش السلاح اللي عندك شنو مهمتك كانت تحرص في موقع والله تهاجم ولا شنو؟ لا لا مش موقع. ها هو اللي سجل عليه اعطيك الناس كل اللي سجل عليه اعطيك يعطيك سلاح. ايوه. باي سلاح هذا شنو بدي به؟ سلاح دي شنو بدي به؟ دفاع عن نفسك يعني. دافع عن نفسك؟ دفاع عن نفسك بس. من منو؟ ها؟ من منو؟ دفاع عن نفسك يعني والناس كل اعطيته له دفاع عن نفسك. ايه. انا اعطيته له هو دفاع عن نفسك. مش ولا يرمي الناس ولا يرمي واحد. ايه. اعطيته له قداش يوم؟ قبل 3 يوم بس. قبل 3 يوم. وين استلمت سلاح؟ ها؟ وين استلمت سلاح؟ قبل العزيزية. قبل العزيزية؟ ايوه. من اللي سلمك سلاح؟ سيف الاسلام. سيف الاسلام انت بروحه جاي عطاك ولا في شيء؟ الناس كلها كل شيء قاعدين بس ولا المرأة ولا الراجل كل شيء قاعدين بس. كيف وصلت لسبعة انت؟ ها؟ كيف وصلت لسبعة يعني خاف منه من قاد. ها؟ خاف منه من قاد. ترابس. ايه. فهمت كيف؟ كان زمان قاعدين يبدوا المحطات بزنة. أنا منين أصلك أنت؟ أنا تبوي أصلك. تبوي؟ إيه. وين تسكن؟ أنا تسكن من الكفرة يعني. قاعدين هذا كله شنو سمعنا هذا. إيه. وترون. لكن أنا في ليبيا.